النادي الأهلي أدى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لبطولة السوبر المصري اللي هتقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم به الفريق بتنفيذه. وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية. قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025 أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثالثة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بروزداد الجزائري واستاد أبرزيجان الإيفواري. كمان قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025 أسفرت عن وقوع فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة مع فريق سجرادا الأنجولي ودجليبة المالي والترجي التونسي. كمان أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2024-2025 عن وقوع فريق الزمالك في المجموعة الرابعة اللي بتضم كل من المصري البورسعيدي والنيبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي. رابطة اللاعبين المحترفين إسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف سيدات الإسكواش، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة. وفي تصنيف الرجال حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، واستقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد. النجم النرويجي هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر الماضي، ويعد هذا الشهر الثاني على التوالي اللي بيحصد فيه النرويجي هذه الجائزة في موسم 2024-2025. الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق أينتراخت فرانكفورت تواجد بالتشكيل المثالي للجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني، ووفقا لرابطة الدوري الألماني تواجد عمر مرموش في التشكيل المثالي للمرة الرابعة من أصل 6 جولات خاضها مع فريقه. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لرجائي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.